كرة القدم معمولة للمتعة مش معمولة لأي حاجة تانية. احنا عندنا كابتن لازم نسلم على بعض، عندنا عرف اجباري طبعا، لازم نسلم، لازم تسلم على زميلك وتسلم على المدربين وتسلم على الحكام. ده بعد المباراة كمان، مش قبل المباراة. ده بعد المباراة وتسلم وتروح وتقول له فيري جود وجود لك. فيش في في قانون، قانون قوي جدا. انا خاف، بخاف على اللايسنس بتاعي، بخاف على مكاني، بخاف كمان ان انا يتقال عليا ان انا مش كويس. ففي امور كتير، الايمج بتاعنا بتاع النادي. انا مره والله هذا حصل مني، كنت في مباراه والحكم يعني كان في فاول او كان في ضربه جزاء ليا، فانا يعني حاولت ان انا كمدرب ان انا يعني عايز اقول ايه بلانتي او حاجه زي كده. فجالي سكرتير النادي، مش رئيس النادي، شافني قال لي انت عندك ميتنجز، خدني سكرتير النادي اللي انت شغال فيه، أنا فيه. ايوه خدني قال لي عندك ميتنجز يوم كذا. قلت له اوكي، رحت الميتنجز. فهمت ولا ما كنتش لسه مجمع؟ ما كنتش يعني عادي. انا ما ده انا راجل بقى يعني، انا راجل رياكشن بتاعي غصب، انت راجل مدرب وعارف، وانت راجل مدرب كابتن وعارف. يعني عادي جدا. فدخلني وقعدت مع رئيس النادي بقى، كنت اول مره اشوف التشيرمان بتاع النادي. فقال لي احنا شفناك ان انت كنت منفعل وده في بوليسي، راح مديني كتاب. انت بتتكلم على الانديه مش بريمير ليج، انت بتتكلم على انديه ادنى يعني. لكن احنا يا كابتن ابراهيم عايزين حلقات في الموضوع ده، وعايزين جميع بالظبط. بس عاوز اقول حاجه، مش على البوليسي ده يا استاذه.